السلام عليكم، أنا سارة، كيف حالكم أصدقائنا؟ اليوم بحكي أنا وياكم عن عدة نقاط مهمة بتخص المرحلة اللي منعيشها حاليا وهي الحرب على غزة. أول إشي بدي أحكي فيه هي الأشياء اللي تعلمناها من أهلنا في غزة، الصبر والثبات على الحق. إحنا قاعدين منشوف في غزة صبر ما بعد صبر وثبات كثبات الجبال، وهذا الإشي صعب كتير إلا على المؤمنين المخلصين اللي همهم الآخرة وبيحبوا الشهادة في سبيل الله وبتمنوها وبصبروا محتسبين الأجر عند ربنا. هدول الله بيصطفي منهم شهداء وبيستاهلوا النصر والتمكين، فإحنا لازم نراجع إيماننا وعلاقتنا بالله وعلاقتنا بالقرآن ونقوي همتنا وإرادتنا ونقتدي بالأمثلة اللي منشوفها من الصابرين المرابطين. والنقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها هي أن نكون إيد واحدة زي البنيان المرصوص زي ما الله بحب، مشان يكون إلنا فاعلية وتأثير. إحنا منشوف كيف الكفار واقفين مع بعض ضدنا، ليش ما نكون إحنا كمان إيد وحدة مشان نستاهل تأييد ربنا ونصره؟ وأي حدا بيمنع اتحادنا واجتماعنا بيكون بده إيانا نضل ضعاف وما بده نتحد ونصير قوة واحدة، وأعدائنا عارفين أن قوة المسلمين هي باجتماعهم وضعفهم وخسارتهم هي بتفرقهم، مشان هيك ما بتدخلوا جهد ببث الفرقة بين الدول العربية والإسلامية. والنقطة الثالثة درس موجه لأعدائنا، أنتوا بتبذلوا جهد كبير عشان تشغلونا وتمسحوا عقولنا وتزيفوا تاريخنا بكل وسائل الإعلام، شايفين كل جهودكم طلعت على الفاضي وما قدرتوا تغيبوا وعينا على قضايا أمتنا وانتمائنا للدين. الشعوب المسلمة كلياتها اليوم على قلب واحد وبنتظروا الباب ينفتح عشان يقدروا يساعدوا وينصروا بعض. والنقطة الرابعة اللي بدي أحكيها هي ضرورة اللجوء إلى ربنا بكل الأحوال بالدعاء والتوكل، لأنه هو اللي خلقنا وعالم بشؤوننا وهو اللي بقدر يدبر أمرنا. بندعوه ونستغيث فيه، بعدين بنثق بقضاء وقدره. وإحنا بنعرف أنه استجابة الدعاء بتكون على ثلاث أوجه. أول إشي أنه ربنا بيعطينا الإشي اللي طلبنا إذا كان بيعلم أنه هذا الإشي أحسن إلنا بهاي الفترة، أو بيصرف عنا شر أعظم منه، أو بيدخرها إلنا في الآخرة فبيزيد فيها حسناتنا وبيكفر عنها سيئاتنا. فإحنا حاصلين على نتيجة كبيرة من الدعاء حتى لو محاسين بهذا الإشي. ولما ندعي لإخواننا في غزة، إحنا ما بنعرف شو الأحسن بهاي الفترة بالتحديد على مستوى الشخص نفسه. مين أحسن يموت الإنسان في سبيل الله ولا يموت بأي إشي تاني وممكن ما يكون ضامن الجنة يعني، ويمكن الدنيا تفتنه ويكسب فيها ذنوب كتير؟ أكيد الشهادة في سبيل الله أحسن، وكمان اللي بينصاب وبيحصل معاه معاناة ربنا بجوز يكون كاتب إنه إصابته هاي هي اللي رح تدخله الجنة وما كان رح يحصل على الجنة بأعماله العادية. ونفس الشيء اللي بيفقد حدا من أهله احتسابه للأجر عند ربنا وعدم سخطه على قضاء الله ممكن هو السبب اللي رح يدخله الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وبقول ربنا عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأما على صعيد الأمة كاملة، لما ندعي مثلا أن الله ينصرنا أو يهزم عدونا، فإحنا حاصلين زي ما اتفقنا على أجر الدعاء. لكن ما ننسى الآية اللي بيحكي فيها ربنا: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة. فإرادة ربنا إمتى بكون النصر وكيف بكون النصر ما إلنا علاقة فيه، لأنه ربنا هو العليم الحكيم. ويمكن بتأخير نصر على أهل غزة إنه تكون هاي بداية يقظة العالم على الإسلام وعلى دخول الناس بدين الله أفواجا. وكمان شغلة تعلمناها بهاي الفترة هو قيمة الأشياء الحقيقية، قيمة النعم اللي الله أنعمها علينا. اللي ساكن مثلا ببيت مش عاجبه يروح يشوف أهلنا بغزة كيف تهدمت بيوتهم، واللي عنده أثاث مش عاجبه، واللي عنده أكل مش عاجبه أو لبس مش عاجبه، كيف قيمة هاي الأشياء من حسها صارت؟ شايفين كيف ممكن الإنسان يمكن يفقد كل إشي بيوم واحد؟ مشان هيك لازم المؤمن ما يكون متعلق بالأشياء اللي بالدنيا، هو بيحب وبيعمل إنه يحصل عليها، هذا إشي طبيعي، لكن ما بيخليها محور حياته، ولو ما حصل عليها بكون راضي وحامد لربنا.
لأنه عارف حياته بالدنيا سنين معدودة أو أقل، ممكن بأي لحظة يتركها، وبيضل معاه الإشي بس اللي عمله للآخرة، وكل الوقت اللي ضيعه هو بيتمنى يحصل أشياء بالدنيا وبيندم عليه، وبيتمنى إنه يرجع عشان ما يكرر هالغلط ويخلي كل أعماله في سبيل الله. وبالأخير بحب أذكركم بهاي الآية اللي بتشمل كل النقاط اللي حكيناها. يقول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أتمنى أصدقائي تكونوا استفدتم من هذا الكلام، لأنه إحنا لازم باقي الفترة نقوي بعض ونصبر ونتحمل عشان الله ينصرنا، ويا رب انصرنا نصرا عاجلا واحفظ أهلنا في غزة. ومنشوفكم بفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.